اليوم لدينا في تحدي رابابا تحدي الأزرار والصناديق، يبدو رائعاً وغير عادي، سيكون ممتعاً، ابقوا معنا. حسناً يا فتيات، حان الوقت للبدء بالتحدي. سأكون أول من يضغط على الزر، أحب اللون الأزرق لذلك آمل ألا يخذلني. أتساءل على ماذا سأحصل؟ ميريندا لا تخافي، لكن اللون الأزرق قد خذلك. كان بعض الطعام في هذا الدلو لذيذاً في يوم من الأيام، لكن الآن لست متأكداً. ربما سيحالفك الحظ وتجدي شيئاً يستحق العناء. ما هذا؟ مقرف جداً. في الواقع لا يمكنكم رمي القمامة حيث يجلس الأشخاص. يمكننا وفقاً لقواعدنا. كم رائحته كريهة. دعيني أذهب إلى إما. لن أفكر كثيراً، سأضغط على اللون الأكثر سطوعاً، الأحمر. إما حدسك لم يخذلك. يوجد تحت هذا الزر شيء رائع جداً، ليس حقيبة ولا لعبة، بل شيئاً أكثر قيمة. أمسكي. واو، إنها أوراق نقدية. سأصبح غنية. نعم، إما مبروك الفوز بالجائزة الكبرى في هذه الجولة. رائع، أنا ثرية للغاية الآن، لا يوجد أكثر روعة مني. إما أنا سعيد جدا من أجلك. كن صامتا، أنت تمنعني من الاستمتاع بأرباحي. من أين تأتي هذه الرائحة الكريهة؟ ميريندا، هل ما زالت في قمامة؟ ماذا بقي لي أن أفعل؟ في الواقع تمكنت من الحصول على قبعة وبعض حلوى تيك تاك. ولدي أيضا شفاطة تشبه الميكروفون إلى حد كبير. لن أمنعك من الاستمتاع، لكنني سأضطر إلى رش بعض معطر الجو. هذه الرائحة الكريهة تنتشر بسرعة كبيرة في جميع أنحاء الغرفة. هذا صندوقي. يا بنات، حان وقت الجولة الثانية. آمل أن أكون محظوظة هذه المرة على الأقل. ميريندا، أنت محقة أخيراً. الحظ في صفك هذه المرة. سندويشات لذيذة جدا. خبز، لكن ماذا أفعل معهم؟ إنهم ليسوا لذيذون. من قال أنهم لوحدهم؟ يأتي معهم النقانق. النقانق. الآن لديك كل شيء لإعداد سندويشة نقانق حقيقية. أشعر أن وجبة غداء دسمة للغاية تنتظرني. وهذا ليس كل شيء. ما هو الهوت دوغ بدون صلصة؟ لدي كاتشب وخردل من أجلك. مهلاً، لماذا تصبهم علي هكذا؟ لكن أستطيع تمرير الخبز هكذا، والصلصة ستكون على الهوت دوغ. شكراً جزيلاً لك. لم أكن سعيدة بهذا الشكل منذ وقت طويل. هذا لذيذ. ميريندا، أنا سعيد جداً من أجلك. حان الوقت الآن لكي تضغط إما على الزر. هذه المرة سأحاول الضغط على الزر الأصفر، إنه يشبه الشمس إلى حد كبير. ما كان يجب أن تختاريه، لأنه انتهى بك المطاف في كومة كبيرة من السمك الناتن. سمكة واحدة؟ مستحيل. الآن بالتأكيد سيكون هناك المزيد. شيء جيد أنني أحضرت معي المظلة.
ربما لن تكون رائحة إما كريهة، لكن يبدو أن نهاية العالم حدثت في صندوقها. ماذا علي أن أفعل الآن؟ أجلس مع هذه الأسماك؟ لا، لأن لدي هدية إضافية لك. صديق جديد اسمه فلافي. أتمنى أن تتعايشوا مع بعضكم البعض. يا لها من رائحة كريهة. يريد أن يأكلني. بالمناسبة إنه مجنون قليلا، لكنكم ستكونون صداقات. أوكي. كيف الحال لديك ميريندا؟ ممتاز. أيها السيد المضيف، لدينا قانق متبقية لك أيضا. شكرا جزيلا. Thank you. فهمت لماذا هناك حاجة إلى القطة؟ إنها تأكل السمك وأنا آكل النقانق. من سيضغط أولا على الزر هذه المرة؟ أنا؟ لقد قررت بالفعل أي واحد سأضغط. آمل ألا يخذلني اللون الأزرق. يخفي هذا الزر شيئا لذيذا جدا. المعكرونة بالجبن. أستطيع بالفعل أن أشعر بالرائحة الإيطالية في الهواء. معكرونة؟ لكن المعكرونة بدون أي شيء لا طعم لها. قلت جبن. هذا موضوع آخر. غداء حقيقي كما هو الحال في أي مطعم. لذيذ. إذا كنت تعتقدين أننا انتهينا فأنت مخطئة، لأن الصلصة في انتظارك. حسناً، هذا زائد عن الحاجة. الآن رأسي كله مغطى بالكاتشب. سامحيني يا عزيزتي إما، لا أعلم ما الذي أصابني. أتمنى ألا تنزعجي لكنني نسيت الريحان تماماً. نعم، هذا هو خطأك الرئيسي. ميريندا، أنا قادم إليك. الآن عليك الضغط على الزر. على الأقل سيكون لدي طعام أيضاً، أنا جائعة جداً. أنت حقاً ستحصلين على متعة حقيقية. بيتزا إيطالية، ما الذي يمكن أن يكون أكثر دقة وجمال؟ أنا أحب البيتزا، ولكن لماذا رميتها علي هكذا؟ الآن هي كلها على وجهي. آسف. ليس عن قصد. على ما يبدو أنا لست أفضل طاهٍ إيطالي. أفضل أن أكون مضيفاً لأطراف التحديات. يا فتيات، لديكم فرصة أخرى للحصول على شيء رائع. وسأستغل هذه الفرصة. أيها الزر الأحمر، لا تخذلني. للأسف، أعتقد أنه سيخذلك. غسل البياضات المتسخة. لطالما أردت ذلك، أعتقد أن الوقت قد حان للقيام بذلك. ما هذا؟ لماذا هناك الكثير من الجوارب والقمصان المتسخة؟ هذا مقرف. الشيء الرئيسي هو عدم نسيان المسحوق والمياه، وإلا فإن الغسيل بالكامل سوف ينزل في البلوعة. لكنني أتذكر كل هذا. ماذا تفعل؟ لن تغسل الأشياء الموجودة في صندوقي، أليس كذلك؟ لماذا تعتقدي أنني أتيت إلى هنا؟ ليس لدي الوقت لغسل هذا في المنزل. أغلقي أذنيك. ممتاز، كلاهما ممتع ومفيد. ميريندا، الآن عليك الضغط على الزر. حسناً. أنت محظوظة لأن كعكة ضخمة ولذيذة وشهية في انتظارك. تخيلي أن اليوم هو عيد ميلادك. الأهم من ذلك، لا تفوت الفرصة. أحصلي على الكعكة. إنك تلقي الطعام علي للمرة الثانية. ألست خجلا من نفسك؟ الآن سأريك. أمسك
لك هذه النجوم ستعطيك مزاجاً احتفالياً أكثر. واللمسة الأخيرة عبارة عن عرض صغير للألعاب النارية. ميريندا استعدي. أوه، له من عيد مروع، لكنها ليست أكثر ترويعاً من جواربه. يمكنك أن تأخذ جواربك وسراويلك القصيرة وقمصانك. لقد أصبحت نظيفة الآن. أهلاً بكم، نحن نبدأ. أوه، نسيت البطلات. هاهم، في الوقت المناسب، من الأول؟ أنا مستعدة، هذا خياري. شجاعة جداً ميريندا، يجب تشجيع ذلك. ستحصلي على وعاء كامل من العلكة. أود الاحتفاظ به لنفسي، لكن هذه القواعد، إنه لك. لا أستطيع الانتظار لرؤية ماذا لدي. أوه، رائحته لذيذة، أعتقد أنها علكة. بالضبط، لست مخطئة. كم هذا حلو، كما أحبه تماماً. كنت أعلم ستحبيه، استمتعي. حان وقت إما، هل أنت مستعدة للاختيار؟ نعم، فقط سأضغط وعيني مغلقة. ليست فكرة سيئة، هذه المرة لن تخذلك. ستحصلي على فطور رقائق مع حليب. بارد جداً، وكأنه حمام جليدي، ما هذا؟ آه، حبوب الإفطار مع الحليب، رائع، أحبه. حان وقت التجريب. من الجيد أن لدي كأس وسكبت القليل. أرى أنك سعيدة للغاية، وهذا يجعلني سعيد. حسناً، حان وقت ميريندا، كيف حالك؟ أنا ممتازة، فقط فمي متعب بعض الشيء من الماضغ، لكن هذه ليست مشكلة. الشيء الرئيسي هو أن لدي علكة، ويمكنني نفخ الفقاعات منها. أعتقد أنني أقوم بعمل رائع. انظر كم هو كبير، فقط ممتاز، أحبه، لن أتوقف. أصبح الصندوق جميل جداً، مذهل. لكن ماذا لو جمعت كل الفقاعات في مجموعة كبيرة؟ أعتقد سيكون رائع. إلى أين ميريندا؟ لقد بدأنا للتو بتحدي. قفي، عودي إلى الصندوق الآن. لا أفهم ما الذي يحدث هناك. ميريندا طارت للتو مع البالونات. يجب القيام بشيء ما لاستعادتها. يمكنك الوثوق بي، سيكون كل شيء جاهز الآن. مهلاً، ما الذي يحدث؟ من يفرقع بالوناتي؟ ألا أنا أسقط؟ حسناً، لقد أخبرتك، خطتي ستنجح. شكراً إما، أنت عبقرية. ميريندا، عودي إلى الصندوق. أعتقد بحاجة لوقت للتعافي. من سيبدأ هذه المرة؟ ميريندا، ربما أنت. جيد، أنا جاهزة للضغط على الزر. أحسنتي، كمكافأة ستحصلين على هذا الجبن الرائع. كم هو رائع، لا مانع في تجربة قطعة. أوه، كم هذا مؤلم، ما هذا؟ يكفي، سألقي نظرة فاحصة. هل يعجبك؟ جربي حالاً. لأكون صادقة، أنا لا أحب الجبن. أتمنى أن يكون مذاقه جيد. أوه نعم، لذيذ، شكراً لك. إذن معك كل شيء على ما يرام. أما بالنسبة لإما، كل شيء بدأ للتو. واو، لقد ضغطت بالفعل على الزر، يا لها من جرأة. إما، فقط من فضلك لا تقلقي، ستحصلي على شيء مميز. إنه الفئران، أعترف أن نفسي خائف جدا منهم. هيا تعالوا، اذهبوا إلى الصندوق، لا أريد أن أكون وحدي معكم. انطلقوا يا رفاق. أشعر أن شيئا يزحف علي، ساعدوني، أوقفوه. آسف إما، إنها القواعد. أخاف من الفئران، إنها تنزل علي. أوه، أنا لا أحبهم. أصبري، أنا معك. هذا لا يكفي، دعوني أخرج حالا. كنت أستخف بالجبن كثيرا، اتضح أنه لذيذ. أعتقد أنني سمعت صرخات إما، ربما هي جائعة. ما هذا أيضا؟ لم أضغط على الزر مرة أخرى. قفوا، إنه جبن، رائع، إنه يصرف الفئران. سامحيني يا إما. بداية جولة جديدة، ميريندا، أعلم أنك الأشجع هنا، ابدأي. أحسنتي، لقد تم الاختيار، أسارع لأعطيك ما تستحقين. أتمنى أن تستمتعي بهذا الوحل الأخضر، إنه يمتد بشكل جيد، روعة. أوه، لقد نسيت تماماً، علي أن أعطيك إياه. من فضلك ميريندا، خذي، هذا سوف يساعدك على الاسترخاء.
من المؤسف أن الأمر يستغرق وقتاً طويلاً. ما هذا؟ وحل أخضر؟ مقرف؟ لحظة، هناك رائحة لذيذة. أحب اللعب معه، إنه سلايم، مريح للغاية ويمتد بشكل رائع. أوه، إلى متى؟ ربما سأخرج الباقي بنفسي. شكراً لك، إنه رائع جداً. أوه، لقد نسيت تماماً عنصراً آخر. هو أيضاً كان يختبئ خلف الزر الذي اختارته ميريندا. هذه الكرات اللزجة تبدو مذهلة. أنا متأكد أنهم سوف يتركون انطباعاً دائماً على ميريندا. ما هذا بعد؟ ألم أحصل على كل ما يجب أن أحصل عليه؟ قفوا، كرات، إنها بغاية الجمال. كم عدد الألوان، رائع. سأصنع سلايم مع الفقاعات. كما اعتقدت، ميريندا سعيدة للغاية. بالتأكيد، لم أكن أتوقع الحصول على الكثير. الآن علي بالتأكيد فعل شيء ما. سأذهب إلى إما. كيف حالك؟ لا أستطيع أن أحسم أمري، أنا لا أحبهم أبداً. لكنك فعلتها ولم تكوني مخطئة. حفلة رغوية في انتظارك مع أفضل فقاعة الصابون في العالم. سأوفرهم لك الآن. فقاعة الصابون روعة، شيء رائع. أريد المزيد من الفقاعات. أنا أبذل قصارى جهدي يا إما. شكراً لك، أنا أحبها حقاً. أعترف أنني مسروراً أيضاً. واو، يا لها من فقاعة ضخمة. واو، أشعر وكأنني بداخلها، رائع. هذه المشاعر لا يمكن أن توضع في كلمات. لا يصدق إما، كيف وصلت إلى هناك؟ إلى أين؟ عودي إلى الصندوق ميريندا، ماذا أفعل؟ إما تطير. ماذا حدث؟ يا رفاق، أنتم صغيرون جداً عندما أنظر إليكم من الأعلى. لا تقلق، سأستعيدها، لا يمكننا تركها. واو، يا لها من ضربة رائعة، أحسنتِ. ساعدوني، أنا أسقط. أوه، كم هذا مؤلم. أتمنى أن تكوني بخير. يبدو نعم، نحن فريق رائع. مرة أخرى تحتاجون إلى الاختيار. حظاً طيباً. ميريندا، هل أنتِ مستعدة؟ نعم، أتمنى أن أكون محظوظة مرة أخرى. أضمن لك ذلك، لم تخطئي في الزر. لو استطعت فقط أن تري كم عدد الألعاب الموجودة، متأكد أنك ستحبهم. هيا، كل شيء لك، تفضلي. يبدو وكأنه شيء خفيف وناعم. ألعاب مدهشة، جميعهم جميلون للغاية. أريد أن أعانقهم. أوه، هذا الدب، إنه المفضل لدي. حسناً، ميريندا سعيدة. نعم، وأنت أيضاً، تعال إلي. يبدو لطيفاً جداً، شعري حقيقي، لن أتدخل. أنا جاهزة للاختيار بشكل دقيق، آمل ألا يخذلني حدسي. سنكتشف ذلك قريباً جداً، ستحصلين على عصا تحكم حقيقية. أوه، عصا تحكم؟ أتساءل ماذا يمكنني أن أفعل بها؟ سأحاول تحريكها، ربما سيخرج شيئاً ما. بدأت اللعبة، كوني حذرة. فهمت كل شيء، أحتاج إخراج الألعاب من الصندوق. حسناً، علي أن أحاول بجد. ميريندا، حان دوري الآن، أنا آسفة. ما هذا بعد؟ ماذا يحدث؟ رائع، أنت جيدة إما. وهذه ليست سوى البداية، قريباً كل الألعاب ستكون لي. خذي إما، فقط لا تلمسينني، أنا خائفة من هذا الشيء. هذا رائع إما، تعجبينني. لن أتوقف، لقد أعجبني جداً. هذا هو دبي المفضل. انتصرت، أخرجت كل الألعاب. ماذا لو استمرت اللعبة؟ توقفي إما، لا يوجد المزيد من الألعاب. أو لا، يبدو أنني أصبحت لعبة أيضاً. دعيني أذهب يا إما، يكفي، انتهت اللعبة. ميريندا، سوف أنقذك، تمسكي. يبدو أن الأمر قد انتهى. حسناً، عصا التحكم الخاصة بي لا تعمل بعد الآن، اللعنة. أنت تبالغين في اللعب يا إما. أتعتقد؟ هذه هي النهاية. هناك عدد قليل من المشاهد غير الناجحة، وبعد ذلك هذا كل شيء لليوم. نراكم في الفيديو الجديد.